السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم على مسرحية الواد سيد الشغال، وفيات وأعمار أبطال مسرحية الواد سيد الشغال، إنتاج 1985. الفنان عادل إمام، تاريخ الميلاد 17 مايو 1940، العمر 83 سنة، قام بدور سيد الكوري. الفنان عمر الحريري، تاريخ الميلاد 12 فبراير 1926، تاريخ الوفاة 17 أكتوبر 2011، العمر 85 سنة، قام بدور عاصم. الفنانة مشيرة إسماعيل، تاريخ الميلاد 26 سبتمبر 1950، العمر 72 سنة، قامت بدور خدى بعد اعتذار الفنانة سوسن بدر. الفنانة سوسن بدر، تاريخ الميلاد 25 سبتمبر 1957، العمر 65 سنة، قامت بدور خدى في عرض السنوات الأولى من المسرح. الفنانة رجاء الجداوي، تاريخ الميلاد 6 سبتمبر 1934، تاريخ الوفاة 5 يوليو 2020، العمر 85 سنة، قامت بدور درية هانم. الفنان مصطفى متولي، تاريخ الميلاد 29 أغسطس 1949، تاريخ الوفاة 5 أغسطس 2000، العمر 50 سنة، قام بدور شريف. الفنان بدر نوفل، تاريخ الميلاد 23 فبراير 1929، تاريخ الوفاة 13 أكتوبر 2000، العمر 71 سنة، قام بدور مغاوري خال سيد. الفنان يوسف داوود، تاريخ الميلاد 10 مارس 1933، تاريخ الوفاة 24 يونيو 2012، العمر 79 سنة، قام بدور جمالاوي. الفنان أحمد عبد الهادي، تاريخ الميلاد 14 يناير 1938، تاريخ الوفاة 4 فبراير 2012، العمر 74 سنة، قام بدور فكري رستم عبد الحميد. الفنانة رجاء سراج، تاريخ الميلاد 1 يناير 1937، تاريخ الوفاة 9 أغسطس 2009، العمر 72 سنة. الفنان أحمد فلوكس، تاريخ الميلاد 11 فبراير 1937، العمر 86 سنة، قام بدور ميلاد. الفنانة عزة بهاء، تاريخ الميلاد 22 نوفمبر 1968، العمر 54 سنة، قامت بدور سهى. الفنان نعيم عيسى، تاريخ الميلاد 6 يناير 1933، العمر 90 سنة، قام بدور المأذون الزواج. المؤلف سمير عبد العظيم، تاريخ الميلاد 15 مايو 1942، تاريخ الوفاة 28 يناير 2001، العمر 59 سنة. المنتج سمير خفاجة، تاريخ الميلاد 13 أغسطس 1930، تاريخ الوفاة 21 سبتمبر 2018، العمر 88 سنة. المخرج حسين كمال، تاريخ الميلاد 17 أغسطس 1934، تاريخ الوفاة 23 مارس 2003، العمر 68 سنة.